السؤال الأول، ما اسم الغدد التي تقوم بتنقية الدم وتطهيره؟ السؤال الثاني، ما اسم الديانة الأكثر شيوعاً في الهند؟ السؤال الثالث، كم عدد القلوب عند الأخطبوط؟ السؤال الرابع، ما اسم أقدم مكتبة في العالم الإسلامي؟ السؤال الخامس، كم تبلغ درجة حرارة الشمس؟ السؤال السادس، ما هي المدينة التي تسمى بمدينة الضباب؟ السؤال السابع، السؤال الثامن، ماذا يسمى عرب الشمال قديماً؟ السؤال التاسع، متى وقع أول زلزال في العالم؟ السؤال العاشر، من هو أول رئيس لأمريكا؟ السؤال الحادي عشر، من هو أول رئيس لجمهورية الجزائر الشقيقة؟ السؤال الثاني عشر، من هو أول رئيس لجمهورية تركيا؟ السؤال الثالث عشر، من هو أول من تنبأ بوجود أرض تسمى اليوم أمريكا؟
السؤال الرابع عشر، من هو أول منتخب عربي تأهل لكأس العالم؟ السؤال الخامس عشر، من الذي بنى مدينة واسط؟ السؤال السادس عشر، أين توجد بحيرة قارون؟ السؤال السابع عشر، ما هي أعلى قمة جبل في إفريقيا؟ السؤال الثامن عشر، كم هو قطر الشمس بالنسبة للأرض؟ السؤال التاسع عشر، ما هو السبب في ظاهرة المد والجزر؟ السؤال العشرين، جزيرة يطلق عليها جزيرة الجمال فما هي؟